كاريزما تي في قريبة منكم مضوية في عيونكم. السلام عليكم، معكم خزري صلاح. أنا أخويا حارس ليلي من منطقة تمن صوت، واحد الجروب هنايا كنخدم مع ديما عليا مبيا. واحد النهار، نهار الأربعاء اللي فاتت بالضبط في العشية، نزلت مع التمنية كيما العادة باش نزاول العمل ديالي، بينما أنا كنكونترولي المحلات التجارية والسيارات اللي عندي على برا، فإذا بي كنتفاجئ براسي غيبوبة، تضرب ضربتني السيارة، تهزيت السما وتخبطت مع الأرض. هاد السيارة اللي ضرباتك واش ضرباتك من الخلف؟ ما شتيهاش؟ أه من الخلف، من الخلف أخويا. والسائق ديال السيارة كان في حالة غير عادية، في حالة سكر وهرب، وتبعوه الناس الله يجازيهم بخير، هما اللي شدوه وجابوه وبقاو قابطينو حتى جاو رجال الدار الله يجازيهم بخير، قاموا بالمهمة ديالهم بالعمل ديالهم وداوه. وانا ما عقلتش راسي بعد ديك الساعه اللي كيعاودوا ليا الناس من بعد. اش وقع لك السي صلاح انت بالضبط؟ يعني عطينا الحاله ديالك، شنو وقع لك؟ خويا لقاو عندي كسر على مستوى الحوض وعلى مستوى الكتف، كسرين، كسرين في مستوى الكتف وكسر في مستوى الحوض، يعني ولات عندي عاهه مستديمه تقريبا، وعندي كسر في الراس، وكيل الحمد لله ماشي كسر غير سبعه غزات ديال الخياطه، حيت درت سكانير في الراس شي بس ما كان عندي في راسي. ولكن دابا انا راه كندير كل شيء حاشاكم تحت مني، الزوجه ديالي هي اللي كتقابلني، وبما هي حتى هي مريضه عندها مرض القلب وعندها الدواء وكتشي الدواء، وانا عندي خمسه نفوس وعندي الله تعالى وكاري. شحال ديال الوليدات عندك؟ عندي خمسه ديال الوليدات وهم هي سته وانا سبعه، وهي كاري محل ماشي ديالي، ساكن في ديور الناس. دابا انا مشى ليا كل شيء، ضاع ليا مستقبل وليداتي ومستقبلي، وانا كناشد القلوب الرحيمه والمحسنين، وكنطلب الله نتمنى صوتي يوصل لجلاله الملك محمد السادس نصره الله. وهاد النمره ديالي ها هي عندكم هانتوما كتشوفوها، وهادشي اللي تراه هو هذا، والحمد لله على طف الله. هادشي لك يا خويا. السلام عليكم خويا، انا الزوجه تاع صالح خزري لي تصاب بحادثة على ضرب واحد السيد بالسيارة ديالو، وكان في حالة سكر، والمشكلة ضربوه هرب، تجاو الناس اللي دخلوا باش شدوه، تجات السلطات القضائية هما اللي اعتقلوه. انت باش كيفاش تلقيتي الخبر على ديال الزوج ديالك؟ انا جاو الناس تعيطوا عليا لان راه الزوج ديالو وقعت ليه الحادثة، والجيران الله يجازيهم بخير هما اللي قاموا بالواجب في بلاصتي، حيت انا يا صافي ما بقيتش عرفت ما شنو ندير، عندي عصب في القلب وفي الامعاء وفي الراس. دابا انت تتشوفي المصير ديال الزوج ديالك انه اصبح عنده عاهه مستديمه، وانت دابا اشنو النداء ديالك؟ النداء ديالي تنطالب بالمحسنين وبالسلطات ياخذوا لي حق راجلي، وتنطلب بنجمة تي في توقف معايا الله يجازيكم بخير، بانه هو راه مهرس من الحوض ديالو، وعلى مستوى على كتفو عنده جوج هرسات ومضروب في راسو، داير 8 الغرزات في راسو، وما انايا من النوع اللي ما نقدرش نتحمل نهز وليداتي نخرج نخدم، حيت انا اصلا عندي القلب ما تنقدرش نخدم، وتنطلب من جلالة الملك الله يجازيه بخير ويكثر خيره يوقف معنا ومن المحسنين الى سمتو، حيت انا هي كاريه وما ما عرفناش المصير ديالنا اشنا هو. السلام عليكم، معكم رشيد جار السي صلاح. السي رشيد، انت كنتي حاضر لوقوع الحادثه ديال السي صلاح، واش ممكن تحكي لنا التفاصيل ديالها؟ ايه اخويا مرحبا. خويا انا كي قلت لك جاي من العمل ديالي، حتى الدراجه الناريه ديالي كنتلاقى مع سي صلاح، لابس الجيلي ديالو خارج كيتفقد المحلات والسيارات على برا، كنسمع حنا بواحد السيارة جاية بواحد السرعة خيالية كضرب الفرانات ديالها، صاحبها كانت حالة سكر، تا كنتفاجئو بسي صلاح ضربو وتلع غيب وهرب داك السيد. دابا الناس كيتبعوه بالسيارة ودراجات نارية تا كيجيبوه، كيجيو كنلقاو ضابطين داك السيد. سي صلاح كي كنقولكم غيب ديك اللحظة، تا جا صحاب الدرك الملكي الله يجزيهم بخير، طاشو السيد وتقداوه معاهم. والسيد سكت هو صلاح راه مرز جوج جريسات على الحوض ديالو وجوج جريسات على الكتف ديالو، وضربها على في الراس ديالو،
وانت تنقول لك انا في الطوايط ما كنقدرش نوض لها كنمشي كنديرو ليه ليكوش كتشوفوها هما راه هي الناس اللي كيتعاونوا مع هذا السيد اللي كيجيبوا ليه ليكوش وكيتعاونوا معاه والزوجه ديالو مسكينه حتى هي راه مادها بالقلب راه كطيح ما كيقدرش يخدم وعنده خمسه دراري صغار ما كبرش وهي كاري وكنطلبوا من الناس ومن المحسنين الله يجزيكم بخير يتصلوا بهذا السيد النمره ديالو ديالكم ديالو راه على شاشه نجمه تي في وكنشكروا هاد القناه تاعت نجمه تي في اللي مساكن اللي تنقلوا حتى هما من مراكش وتعبوا معانا وجاو حتى لهنا حتى من الصورت باش يسجلوا معنا هاد التسجيل هذا وكنجزيكم بخير كنطلبوا من الناس ومن جلاله الملك نصره الله ومن الدرك الملكي ومن السيد الوكيل المالك باش ياخذوا حق هاد السيد هذا مسكين اللي ضاع عليه العمل ديالو وضاع عليه حياته كلها ضاعت ليه راه حاليا لا في حاله لا يرثى لها راه ما شاء الله وصافي كنشكر هاد قناه نجمه تي في الله يجزيكم بخير. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وما تنساوش تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش توصلوا باخر المستجدات. تابعونا كذلك على صفحتنا على الفيسبوك والانستغرام.